انا بس عايز اتخلى عليك معايا دكتور رضا، في برضو بنت حاولت الانتحار، هددت يعني بالانتحار معايا والدتها استاذه منى. استاذه منى اهلا بيكي، أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. اهلا بيك استاذه منى. بنتك ليه هددت بالانتحار يا جماعه؟ ده بنتي في سنة ثانويه أولى عامه يا عندها جماعه، مش السنة دي كان عندها اقتصاد وإحصاء، طبعا الامتحان كان زي الزفت. الإحصاء أولا هي ما تنضافش للمجموع وهم أدبي، طب أنتوا حاطينها ليه طيب؟ حاطينها ما فيهاش، ما فيش ولا درجة أصلا هياخدوها. وبعدين طب ماشي الامتحان غير كده، أعصابهم الصبح رايحين، طبعا المفروض بيفتشوا قبل اللجنه من على بوابه المدرسه بره، 3 ستات مفيش جهاز بتحسس على كل حته في جسمها، يعني تحط ايديها في صدرها وعلى الهنشر في كل حته، بتقول لها واللي تقول لها ده تفتيش عيب، تقول لها دي عورتنا، بتقول لها تعالي انت على جنب. طب وبعد ما بتطلع ليه البهدله؟ وتقول لها لما انتوا بتعملوا كده سقطات في الاحصاء، طب في التاريخ هتعملوا ايه؟ قامت بنتي قالت لي في التاريخ انا لو ما حلتش انا هرمي نفسي من 3 دور. هو بص يا مدام منى، خلينا نتعاون في موضوع الـ التفتيش ده، بس زي ما حضرتك بتقولي التفتيش له قواعد طبعا، يعني ما طبعا طبعا طبعا، انما تفك شعر بنت عشان تحسس عليه، طب ليه؟ وبعدين كان في محاوله انتحار الصبح قدام البنات، بنت من عزبه باباها ووالدتها جايبينها الصبح، فبتقول لهم حرام عليكم انتوا بتعذبوني، مش عايزه اخش مش عايزه اخش، ابوها يقول لها عشان خاطري جارت من ابوها على البحر، ده قدام البنات الصبح قبل اللجنه ما تخش، مش عايزة تدخل الامتحان؟ مش عايزه، بتقول له انت بتعذبني حرام عليك انت بتعذبني، ده في كلام ده في مدرسة البنات على البحر ليه مش وهم عايزة بنات. عندها حالة رهبة يعني وخوف يعني؟ اه قالت له حرام عليك انتوا بتعذبوني، وبعدين ابوها جاي يقول لها عشان خاطري بتحرجي جت البيت جري على البحر. طبعا الاهالي مسكوها وهد، يعني قعدوا يهدوا فيها، فالراجل قال عليها العوض يلا يا بنتي نروح، فالاهالي مسكوه بالراحة ومسكوها، تبخشي عشان خاطرنا تبخشي عشان خاطرنا، جال اعصابهم باظت وعيطت النهارده. انا بنتي جت بتقول لك انا مش داخله الالماني يوم الخميس، انا مش داخله الالماني، ليه يا بنتي؟ طب بالراحه احنا اعصابنا باظت خالص. المدرسه النهارده قالت لهم لما انتوا بتعملوا كده في اقتصاد واحصاء وريني بقى في التاريخ هتعملي ايه؟ بتقولي حرمي نفسي من طب ليه ترمي ليه طيب؟ طب ماشي طيب هدوهم. طيب، وانت بناء على كده بنتك يعني هددت بالانتحار بسبب ده؟ لما ارمي نفسي من 3 دور يعني، فباباها قال لها يعني بتقول له طب انا هعمل، قال لها هتموتي كفره مش هتعيرك. طيب انا بس بالصدفه معانا احنا الدكتور رضا، بنسكل على حضرتك بس عشان يبقى فيه يعني تجاوب مع الاهالي. اولا بتتكلم عن التفتيش، والتفتيش الدقيق ده يعني لا لا بيشعر احيانا البنت بانه بمثابة يعني تمام، هقول انتهاك لها يعني. اتفضل. لا انا مش مع ده خالص، ولا وبكره هتبلغ الناس التفتيش يبقى بشكل برضو مهذب وفيه معايير واضحة، لكن برضو عايز الناس تتعاون مع الناس. هو انا بدخل في المطار مش بتفتش وبرفع ايدي كده وبقول اهو يا جماعة انا اهو، فلازم لازم برضو الناس تتجاوب، وهو يوم ما تتجاوب الامور هتمشي بسيطة جدا. طيب طبعا فده يعني هي طبعا هنا نتيجة طبعا أعصابهم تعبانة كمان، فبيتعاملوا مع التفتيش. لكن خلونا نتعاون يا جماعة في موضوع التفتيش ده، لأن في ناس بالتأكيد يا دكتور عايزة تدخل موبايل، تدخل أي حاجة في الامتحان يعني. طيب في